حي الله محمد سال. اهلا وسهلا. حياك الله في دبوكس حبيبي. بشرح لك البرنامج، نحن نسال اسئله صح وخطا. اوكي. اذا جاوبت صح اخضر، اذا خطا الاضاءه بتتحول للاحمر. جميل. حتى لو جاوبت صح والاضاءه صارت حمراء يعني محتاجين منك تفسير. اوكي. جاهز؟ اي ان شاء الله ولا شيء صح. والله من الحين شكل الحلقه دسمه حبيبي. يلا اوكي. يلا بسم الله. صح ام خطا، محمد سال من اوائل السعوديين اللي تواجدوا على شبكات التواصل الاجتماعي؟ من اوائل. اي اتوقع صحيح. صحيح. اي يلا قلنا القصه كيف تواجد. لا محتاجين تفسير. لا لانه انا يعني طلعت في السوشيال ميديا في البدايه ايام ما كان فيه ثلاث برامج او اربع برامج في اليوتيوب بالسعودية، ما كان في أحد في السوشيال ميديا، فطلعنا جروب أنا فهد سال في واحد من الشباب اسمه أحمد بخاري، يعني طلعنا كذا مع بعض كلنا أيام تواجد هذيك البرامج الأربعة. حل. ما نجحنا في البداية، ما حد يدري عننا. واو. بس كنا موجودين. صراحة احترامي لك تقول إنه ما نجحنا في البداية. إيه طبعا. حلو 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 جميل. طيب صح أم خطأ؟ إيه. محمد سال يعتبر من الفيرست ترافلرز على شبكات التواصل الاجتماعي. لا خطأ. لا. إيه. مش من الأوائل أنت؟ لا 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 في كثير، بالعكس أنا تعلمت من كثير قبل. مثل منو؟ مثل جو حطاب مثلاً. حلو. جو قدوة في السفر. نعم. مين بعد فيها؟ سالم الهاجري. نعم. الكويت. والله في كثير، في كثير جداً، بس هذول اللي أذكرهم حالياً. حلو. بعدين جيت أنا أستكشف العالم معهم. صح أم خطأ؟ أي. أنا أقول أتكلم على لسانك يعني. حلو. صح أم خطأ؟ لو عرفت المشاكل اللي حتجيني من وراء السوشيال ميديا ما كنت دخلت هذا العالم. خطأ. اي. ليش؟ لأنه حلو تتعلم، لو ما سويت الأخطاء هذه ما تعلمت. شو أكثر شيء تعلمت من السوشيال ميديا؟ أكثر شيء تعلمته من السوشيال ميديا أنه ما لي دخل. في شو ما لك دخل؟ في كل شيء. في كل شيء؟ كل شيء مو شغلي. اشرح لي اكثر، حبيت الموضوع. نتكلم فيه حلقه كامله. لانه يعني في البدايه كنت يعني في جزء من حياتي في السوشيال ميديا كنت اتكلم عن مواضيع ما تخصني. صح. لاني كنت ما ادري وش معنى مالي دخل. يعني جبت العيد. لا بس كنت ما اعرف ايش يعني مالي دخل. اوكي. يوم عرفت ان مالي دخل وش هي لقيت انها مريحه اكثر. شاري راسك انت شكلك. جدا 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 مرتاح الحمد لله. حلو. طيب انا محمد سال بعد نفس الشيء، صح ام خطا؟ اي. اذا رجع بي الزمن ما بسوي التجربه التلفزيونيه اللي سويتها. اوف لا بالعكس، اجمل شيء سويته. حلو. لا مو اجمل شيء، في اشياء كثير جميله، بس من الاشياء الجميله اللي سويتها في حياتي كانت تجربه التلفزيون. حلو جميل جدا، لان هذا مجالي حبيت صراحه. أيه اللي قلته. لا بالعكس. طيب صح ام خطا، بعد دخولي المجال التقديم التلفزيوني صرت احترم مهنه التقديم اكثر من قبل؟ والله شوف، عرفت انه في ناس كثير في التقديم ما يسوون الهومورك حقهم، ما يحضرون للحلقه. حلو. فصرت اعرف مين احترم مين لا. جميل، جواب رائع. اي يمكن انت اول واحد يجاوبني على هذا السؤال، ما اتكلم في هالبرنامج بشكل عام بهذه الطريقه الجميله صراحه، لان انا بعد اشارك وجهه النظر، في ناس فعلا ما يحضرون الهومورك. بس كان قصدي من هذا السؤال كثار اشوفهم على شبكات التواصل الاجتماعي لمجرد انهم يشوفون الخبره التلفزيونيه يقدرون اكثر ان في فريق عمل، في جهد مضاعف غير السوشيال ميديا اللي سهل التصوير فيها، اسهل شوي اذا انت تصور بموبايلك. شوف بس الفرق بين السوشيال ميديا والتلفزيون انه السوشيال ميديا انت المخرج، انت كاتب المحتوى، انت مسؤول عن كل شيء. بالضبط. في التلفزيون لا، انت عندك وظيفه مثل ما كل واحد عنده وظيفه. صحيح. فاذا انت تركيزك في وظيفتك راح تؤدي اكثر، بس في السوشيال ميديا لانك عندك 10 اشياء تسويها فاحيانا ما تتوفق، بس في التلفزيون تقدر تركز في الشيء اللي انت موجود عشانه. فكلها لها يعني سلبياتها وإيجابياتها. 100% ودبلوماسي كثير في أجوبتك على فكرة. لازم. طيب صح أم خطأ، شبكات التواصل الاجتماعي قاعدة تلغي شبكات التلفزيون حاليا؟ لا بالعكس، أنا أشوفها قاعدة تطور التلفزيون. كيف؟ كيف؟ لأنه صار في نزوح من ناس كثير للسوشيال ميديا، وهذا الشيء أتوقع مستقبلا هو اللي حيخلي التلفزيون يتطور أكثر. حلو جميل. فراح يصير فيه تنافس، وممكن في النهاية يكملون بعض، يتفقون وخلاص يمشون سوا. جميل جدا. طيب خلينا من الصح والخطأ، بسألك سؤال، إذا اليوم أنت ما كنت موجود على شبكات التواصل الاجتماعي كمؤثر، حلو، شو بتكون مهنتك؟
اوه اوكي، اتوقع ابيع واشتري في الحيوانات. غريبة هذه المهنة. كيف يعني؟ اشرح لي أكثر. أنا أحب أربي الحيوانات. نعم. فعشان تكسب منها غالباً يعني لازم تبيع وتشتري يعني. فأتوقع إنه هذا الشيء اللي أنا بسويه. أنت بتؤدي كل الناس ضدك في مال حقوق الحيوانات وبيع وشراء. لا لا، أبيع لمن يستحق. بعد على حتى. لا لا صراحة، نشوف. يمكن أكثر شيء أنا أحبه جداً في حياتي الحيوانات، فممكن شيء هناك. كم حيوان عندك؟ حاليا طير واحد لاني مسافر، فما اقدر اربي اي حيوان. صعب. اي حلو. طيب صح ام خطا، حياتي اللي عشتها في دبي سهلت علي كثير انتقالي حاليا وعيشي في الرياض. سهلت من ناحيه بزنس؟ لا والله صعبتها شوي. حلو. اي ليش؟ لانه صار فيه يعني خليني اقول لك، دبي شيء والرياض شيء ثاني. فصار عندي أنا وش أبي، أنا وش أحتاج، أنا وش الحياة اللي أبيها. فصار شوي عندي ضياع، أنا وين أبغى أعيش الحين. صرت ما بين دبي والرياض كذا، اللي أنا وين أبغى أروح. حلو، أحلى شيء. إلى الآن ما اخترت. بس أحلى شيء، حلو تعيش بين مكانين. إيه بس بكرة بتتزوج، بيجونك عيال، بيجونك ورطة هذه. خذني الأسئلة الجاية، خذني الأسئلة الجاية. إيه لا هذه ورطة. حلو. يعني لازم أحدد، لازم. جميل. انا قعدت يمكن مرتين معك غير هذه القعده، ما نعرف بعض على صعيد شخصي كثير، بس لفتني مره في جمعه انك تتكلم عن الزواج بشغف للامانه. اوه اتذكر. اي وتتكلم عنه باحترام، وما اشوف ناس كثار تحديدا الشباب يتكلمون عن هذا الشيء بالطريقه اللي انت تكلمت فيها عن الزواج تحديدا. اوكي. فالحين بقول لك صح ام خطا. اي محمد سال مع الزواج التقليدي نعم ام لا؟ مع الزواج التقليدي يعني شوف، انا ماني مع او ضد. كل واحد يعني هي توفيق. انت وجهة نظرك. إيه هي توفيق، بس بالنسبه لي عني. أيه. انا شخصيا أيه. انا محمد. أيه. انا ما احب الزواج التقليدي، انا بس انا. حلو. اي غيري بكيفه، الاحمر ولا علي. اي غيري بكيفه، ما لي دخل. بس أيه. انا على فكره كل الاسئله اللي اسالك اياها في البرنامج من وجهة نظرك انت. اي طبعا، بس مو للناس. طيب للناس ليش ما لي دخل؟ ليش؟ لانه انا من الناس اللي لازم اعرف الشخص المقابل يعني مين هو، لازم اعرف انا اتعامل مع مين، لازم اعرف الشخص هذا اذا عصب كيف شكله، اذا انبسط كيف شكله، هل اقدر اسافر معاه ولا لا. رومانسي شكله. اي انا احب الرومانسيه. شو برجك؟ انا ميزان. ميزان. اوه يا الله. اوكي. يعني هل يعني مثلا من الاشياء المهمه انا بالنسبه لي، انا يعني اهم شيء ان الواحد ممكن يعيش معي لما اكون هنا ولما اكون هنا، يعيش معي ببساطه ويعيش معي بفخامه، ما عنده مشكله. هذا يعني مثلا هذه ما راح اعرفها الا اذا عرفت الشخص. حلو. المخرج حب جوابك، حط لك لون اخضر. طيب صح ام خطا، تجربتك اليوم في عالم اليوتيوب ما تحب تكررها؟ لا لا خطا، بالعكس. يوتيوب حلو بس يبي له شغل، يبي له وقت. يعني افهم منتي ان يوتيوب هو يكون مثل ما نقول أبو المسرح والإعلام، أبو المسرح أو المسرح، أبو التمثيل وأبو الفنون. هل فعلا اليوتيوب أبو السوشيال ميديا؟ لأن في يوتيوبرز يقولوا لي مبلا. أي لأنه شوف، غير يعني غير أن أبو السوشيال ميديا وغيره، اليوتيوب هو الوحيد اللي بمجرد ما أنك تنزل محتوى يدخل لك دخل. يعني عكس الانستغرام لازم يكون فيه معلن أو فيه إعلان عشان تدخل فلوس، عكس السناب شات، عكس منصات كثير. اليوتيوب كل ما نزلت أكثر كل ما دخل فلوس أكثر، فاليوتيوب ممكن تعيش منه. فأحين مثلاً أنت تفهمني أن اليوتيوب هو فعلاً مثل أصعب منصة تتواجد عليها اليوم؟ أصعب لأنه فيها جهد، يعني عشان تسوي محتوى لازم تبذل مجهود، لازم تأخذ وقت إدت و طيب صح أم خطأ، في كثير يوتيوبرز سنس نحن نتكلم عن يوتيوب حالياً يفتعلون مشاكل أو حتى أشياء فيك، يعني ستانتس سكريبتات عشان بس يجيبون فيوز، والجمهور ما بقول شالو إناف، لا يعرف أنه تمثيل بس يشاهد. إيه طيب زيهم زي الإعلام يعني. صح ولا خطأ؟ لا أقول لا صح، صحين صح، صح ثلاث صحات. حلو حلو. إيه زيهم زي الإعلام. إيه يعني عادي كل واحد يخلق قصة ويشتغل صحيح. عليها ويسوي، لأنه يمكن في النهاية إعلامي ما أحب هالأسلوب، فعشان تي ما في النهاية هي مشاهدات، في النهاية هي فلوس قاعدة تدخل.
هي وظيفة صح أم خطأ؟ أنا افتعلت في السابق أشياء عشان أصير ترند على السوشيال ميديا وصرت ترند. آه لا 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 كانت كنت أنا يعني منفعل. أنا أغضب منفعل أغضب. أنت انفعالي. لا مو انفعالي أنا أغضب. آه لما أشوف شيء ما يعجبني أغضب جدا اللي ليش. صح أم خطأ؟ أنا سويت أشياء قبل على السوشيال ميديا نادم عليها الآن. لا وألف لا فعليك ليش ها ها ليش حلو حلو ان الواحد ما يندم بس قول لي ليش. ليش؟ لانه يعني اتوقع ان كل شيء في الحياه هذه يصير لسبب. نعم. فكل شيء صار قبل هو جزء من قصه حياتي عشان اوصل للي انا وصلت له، عشان اتعلم اللي انا تعلمته، عشان اكون اليوم هنا جالس معك تسالني هذا السؤال، عارف؟ ففي كذا شويه تفسير شوي عميق غريب في تكوين قصة حياة كل شخص، فأنا أتوقع هذا كان الجزء حقي. حلو. كان لازم أمر عليه، لازم أمر عليه، لازم. ومريت عليه. إي فماني ندمان، لا لأنه تمام. لأنه كان لازم يصير. تمام حلو. شكراً محمد. حبيبي. يعطيك العافية. الله يعافيك.